بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بكرة إن شاء الله نعيد بإيه؟ عيد حلول الروح القدس. وكل الكنيسة يعني من بعد عيد الصعود مجتمعة في علية صهيون علشان التلاميذ كانوا مجتمعين يعني علشان قال لهم لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وكلهم في انتظار حلول الروح القدس بيصلوا بنفس واحدة. في آية قالها معلمنا بولس الرسول في أفسس 5:18، ألا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة ولكن امتلئوا بالروح. النهاردة بنعمة ربنا نفسي أتكلم معاكم على كلمة امتلئوا بالروح نظرا للأيام الحلوة اللي احنا فيها دي. يعني ايه امتلئوا بالروح؟ ما معنى الامتلاء بالروح؟ ازاي الواحد يمتلئ بالروح؟ فما احنا مش كلنا أخذنا الروح القدس وأصبحنا مسكن للروح القدس. بيقول أما تعلمون أنكم هيكل للروح القدس وروح القدس يسكن فيكم؟ خدناه في السر المعمودية والميرون التثبيت. ما معنى امتلئوا بالروح؟ يعني إيه كلمة امتلئوا بالروح؟ كلمة الامتلاء في الكتاب المقدس تشير إن الإنسان بيقع تحت تأثير ما يملأه. يعني إيه؟ يعني مثلا في لوقا 4 يقول كده فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع. معناها ايه؟ يعني هم كلهم وقعوا تحت يعني تحكم الغضب فيهم، يعني وقعوا تحت تأثير الغضب لدرجة انه الغضب هو اللي كان بيتحكم فيهم في تصرفاتهم. عشان كده كانوا راحوا عاوزين يحذفوا المسيح ويرموه من اعلى الجبل، لكنه عبر ومضى في وسطه. مثل اخر في حنانيا وسفيرة، لما بطرس قال لحنانيا كده لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ معناه ايه؟ تعبير عن خضوع حنانيا للشيطان. يعني الشيطان ملأ فكر وحياة حنانيا وأصبح هو اللي يقوده. فمعنى كلمة الامتلاء من الروح القدس أو الامتلاء من شيء إن الإنسان بيخضع لتأثير قوة تسيطر على إرادته وعلى سلوكه. عشان كده قرنها بكلمة لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مع طبعا الفرق الكبير قوي بين ده وده. لكن عاوز يقول ان الانسان وهو تحت تأثير الخمر خاضع لقوة الخمر وبتأثر على سلوكه وحياته. ان ده كونتراري بقى بما لا يقارن طبعا والعكس تماما، هو لو الانسان ممتلئ بالروح القدس هيكون خاضع لتأثير هذه القوة، قوة الروح القدس على ارادته وسلوكه. الروح القدس بيسكن فينا بفعل المعمودية والميرون، ولكن لازم نديله فرصة علشان الملء عشان يعمل فينا بلا عائق. فالفعل امتلئوا جه في الأصل اليوناني بمعنى كلمة to make complete or to fill up في المضارع المستمر، يعني ما بطلش، ده حاجة مستمرة على طول. استمرارية الملء، الملء من الروح القدس ده شيء مستمر ومتجدد، مش ممكن يبلغ شعور أي إنسان شعوره بالاكتفاء. عشان كده نلاقي في سفر الأعمال أمثلة كتيرة على حتة الامتلاء دي. يعني بعد ما كانوا كلهم في علية صهيون وحل عليهم الروح القدس، ما كلهم أخذوا الروح القدس، لكن فعل الامتلاء ده فعل متجدد. مثلا لما أقاموا المقعد اللي على باب الجميل بطرس ويوحنا، وبعدين جابوهم وأقاموهم في الوسط الفريسيين طبعا وبتوع الناموس، وجعلوا يسألوهما بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ أنتوا عملتوا وأنتوا الرجل ده إزاي؟ بأي قوة؟ يقول كده الكتاب حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. إذن في هذا الوقت، حينئذ في الوقت ده امتلأ بطرس من الروح القدس. يعني امتلأ من الروح القدس؟ يعني الروح القدس اللي جواه ساكن فيه عمل بقوة، وبطرس كان تحت تأثير هذا الروح القدس وقدر ينطق بهذه الكلمات وأفحم اللي موجودين دول كلهم، لدرجة أن الكتاب يقول بعد كده لما رأوا الجميع مجاهرة بطرس ويوحنا وعلم أنهما عاميان وعديم العلم. إيه ده الناس دي؟ عرفاهما أنهما كان مع يسوع. إذن حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس، هذا الامتلاء أعطاه هذه القوة وكان تحت إرادة الروح القدس. موقف تاني في سفر الأعمال في أصحاح 4، نفس بعد المعجزة دي ما حصلت، هددوهم
وقالوا لهم ما تنطقوش بهذا الاسم البتة. رجعوا الرسل وأخبروا، رجع يوحنا وبطرس وأخبروا الرسل وقالوا، وابتدوا يصلوا لربنا لأنهم كانوا في خوف. قالوا له كده، والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجري آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. هم طلبوا قالوا له احنا عاوزين نتكلم بكلامك بلا خوف. صلوا، الروح القدس اللي فيهم عمل فيهم، امتلأ الجميع من الروح القدس وأصبحوا تحت هذه القوة اللي أعطتهم قوة بلا خوف، وتكلموا بكلامه بكل مجاهرة. معلمنا بولس الرسول يقول في رومية 12-11، حارين في الروح. المؤمن يا إما يكون روحيا حي بتسري فيه حرارة الروح القدس، أو ميت روحيا فاقد لهذه الحرارة. الروح القدس هو اللي بيمدنا بالحرارة الروحية لغاية ما يصير الروح القدس يشغل كل القلب، ما يبقاش هناك أي اهتمام لشيء آخر يقود حياته. عشان كده زي بولس الرسول يقول له عايشين في العالم، عايشين في العالم ويستعملونه لكنهم لا يستعملونه، مش هي دي، مش هو العالم هو اللي بيقودهم. ويقول كده، كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. إذن إحنا كلنا مطالبين إن إحنا نعطي الروح القدس الساكن فينا فرصة للامتلاء، علشان ننقاد بهذا الروح القدس فينا في كل مواقف حياتنا. فالامتلاء هو قبول عمل الروح فينا، التمتع بقوته العاملة داخل النفس، هو نمو مستمر مع السيد المسيح. القديس باسيليوس الكبير يقول كلمة جميلة قوي، يقول الذين ينالونه، يعني ينالون الروح القدس، يتمتعون به على قدر استيعابهم لا على قدر ما يستطيع هو. إذن اللي بينالوه بيتمتعوا بهذه القوة على قدر استيعابهم، على قدر ما هم بيدوله الفرصة إنه يشتغل بحرية فيهم، مش على قدر هو يستطيع ولا لا. هو يستطيع أن يعمل كل المعجزات وكل الأشياء ويقود، يعني الروح القدس ده يقودنا في كل مكان، ولكن على قدر استيعابه. وكأنه بيقول كأنه الروح لا يكف أن يعطي ما دام الإنسان يفتح قلبه لعمله فيه ويتجاوب معه، على قدر استطاعتهم مش على قدر استطاعته هو. هو يدي ما دام الإنسان يفتح قلبه. قديس مقاريوس الكبير يقول إن عمل الروح القدس الفعال يتوقف على إرادة الإنسان. إذن فهمنا يعني إيه يمتلئ من الروح القدس، مش يمتلئ يعني إناء فاضي بيقعد يكب فيه. احنا كلنا أخذنا الروح القدس وأصبحنا مسكن وهيكل للروح القدس بنعمته العاملة فينا. هذه النعمة تعمل كل ما نديها فرصة أكتر لهذا الملء، زي ما فهمنا إن احنا يعني إيه كلمة ملء، يعني نخضع لتأثير القوة اللي تؤثر في الإرادة وسلوك الإنسان. كيف نمتلئ من الروح القدس؟ يعني إيه نمتلئ؟ يعني إيه الروح القدس اللي جوانا يبقى شغال بقوة جوانا؟ نمرة واحد، الطاعة لإرادة ربنا. مش ممكن الروح القدس ده روح الله القدوس نفسه، مش ممكن يسكن في إنسان مش عاوز يسمع كلامه ومش عاوز يطوعه. في نفس القصة اللي حكيتها لكم في أعمال 4، لما أحضروا الرسل، فيقول فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلين، أما أوصيناكم وصية أن لا تعملوا بهذا الاسم، وها أنتم ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان؟ فأجاب بطرس والرسل وقالوا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أباءنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور. شوف الآية اللي جاية دي بقى بيقول إيه، والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. إذن أول صفة أو أول شرط إن الإنسان يكون خاضع لإرادة الروح وتحت سلطان الروح وتحت قيادة الروح، أن يكون يطيع كلام الله وإرادة الله. والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه، مش لأي حد. عشان كده بولس الرسول يقول مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. ولكن طاعة الوصية حاجة مش سهلة، لازم تبدأ بالتغصب. الإنسان لازم يعدي في مرحلة التغصب دي. الإنسان اللي يغصب نفسه في الأول على الطهارة مش سهلة، يغصب نفسه على محبة الآخرين
مش سهل انها تطلع من المشاعر، ولكن يغصب نفسه بارادته انه يحب الاخرين بالاراده، يحب بالاراده، ما كانش قادر يحب بمشاعره. يغصب نفسه على التواضع، يغصب نفسه الى كل عمل صالح. لازم نعدي في مرحله التغصب. قديس مقاريوس الكبير يقول كده: كل من يريد ان يرضي الله بالحق وان ينال منه نعمه الروح القدس السماويه وان ينمو ويكمل في الروح القدس، ينبغي له ان يغصب نفسه الى كل وصايا الله ويخضع لها قلبه مهما كان رافضا. إذن انا لو انا مش قادر اطاوع كده، معلش، في مرحله اسمها مرحله التغصب الانسان يعدي فيها. متى 11:12 يقول كده: ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. ويقول في لوقا 16:16: من ايام يوحنا المعمدان يبشر بملكوت الله وكل انسان يغتصب نفسه اليه. اذن الطاعه تبدا بالتغصب، وبعد التغصب الانسان هيلاقي الطاعه دي ماشيه شيء طبيعي في حياته. نمره 2: الصلاه وطلب حياه الملء. يعني كلهم ايه؟ صلوا، لما صلوا تزعزع المكان وامتلأوا من الروح القدس. الكنيسة كلها لما السيد المسيح نفسه قال لهم انتوا هتحل عليكم هتلبسون قوة من الأعالي، السيد المسيح نفسه اللي وعدهم فمن لأذن، وهم شايفينه كده، ومع كده الكنيسة عملت ايه؟ قعدت 10 أيام تعمل ايه؟ ده انت خدت وعد من المسيح نفسه قدامك عيان بيان كده. قعدوا ايه؟ مجتمعين في العلية يصلون ويواظبون على الصلاة والطلبة. هو ده اللي عاوز ياخد الروح القدس. إذن أول حاجة الطاعة لأوامر الله. نمرة 2: الطلبة. وإحنا الكنيسة تعلمنا إن إحنا في كل صلواتنا 4 مرات في اليوم نطلب هذا الملء. نقول له: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، مالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا، طاهرنا من كل دنس، ايها الصالح خلص نفوسنا. بنقول الموضوع ده 4 مرات، نطلب مره في صلاه الساعه الثالثه و3 مرات في الـ3 صلوات بتوع نص الليل. ولكن احنا نثق في وعد المسيح ان هو يعطي اللي بيطلب. قال كده بوعده الصادق في لوقا 11: فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. إذن وعده ثابت. أول حاجة الطاعة لكلمة ربنا، ولو تبدأ بالتغصب. 2: الطلب المستمر، إن روحك القدوس الساكن فيا ده يعمل فيا ويقود عقلي وإرادتي وقراراتي وأفكاري ومشاعري وكل حاجة، تبقى تحت قيادة هذا الروح. والله قال إيه؟ قال إن هو وعده هيعطي الروح القدس للذين يسألون. قال إذا كنت أنتوا أشرار، ولادكم لما بيطلبوا منكم عطايا بتعرفوا تدوهم عطايا صالحة، كم بالحري بقى الله لما يعطي، يعطي نفسه، ما يعطيش أقل من كده. العطايا المادية دي كلها على القد يعني، لكن قال اللي يطلب أنا هديله أعظم عطية، وهديله إيه؟ هديله الروح القدس. لابد ثالث حاجة أن تقترن الصلاة بتاعتنا بالإيمان والرجاء. 1: طاعة. 2: الطلبة المستمرة. 3: الإيمان في وعده أنه هو هيعطي. قال لنا كده: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه. لما دام إحنا بنطلب حاجة بحسب مشيئة الله، هو في حاجات بنطلبها وما ناخدهاش. لما قال عليها في يعقوب: تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رديا. اللي يطلب ردي ربنا مش ممكن يديله، إنما اللي يطلب بحسب مشيئة الله نسمع، هو يسمع لنا، لأن احنا بنطلب الأشياء اللي حسب مشيئته هو. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه. الانتظام على الصلاة بإيمان ورجاء دايما يحقق وعده. 4: الشبع المستمر بكلمة الله. يبقى 1: الطاعة لكلمة ربنا. 2: الصلاة. 3: الإيمان والرجاء. في 4: هعرف وهطوع كلامه ازاي ما كنتش اقعد اقراه واستمر فيه. شوفوا القديس يوحنا الذهبي الفم في عظته في انجيل يوحنا عظه 32 يقول ايه: فليكن المكتوب، اتكلم على كلمه الله في الكتاب المقدس يعني، دائما في قلبك وعلى لسانك، لانه اذا كانت الاقوال الوقحه تدنس الانسان وتجلب الشياطين، فغني عن البيان ان القراءه الروحيه تقدس وتجذب نعمة الروح القدس.
إذن بيقول إيه؟ الواحد لما عقله يبقى في الدنيا وفي المناظر وفي التلفزيون وفي الميديا وفي الكلام ده كله، الحاجات دي يعني اللي مش مظبوط فيها بيتكلم، طبعا ما بيتكلمش حاجات كويسة، لكن الحاجات اللي مش مظبوط فيها الواقعه تدنس الإنسان وتجلب الشياطين. طب غني عن البيان، اللي يفتح كلمة الله ويقرأ فيها تقدس الإنسان وتجلب نعمة الروح القدس. وده اللي قاله في الإنجيل في يوحنا 17 اللي اتقرأ النهاردة في باكر، والإنجيل قال إيه؟ قال له قدسهم في حقك، وبعدها على طول قال الكلمة اللي بعدها، قال له كلامك هو إيه؟ هو حق. إذن اللي يقدس الإنسان هي كلمة الله، مجرد الإنسان يقرأ ويفضل يستمر على القراءة عينه تستنير. عشان كده مهم جدا، مش ممكن إنسان يكون يهمل قراءة الكتاب. امتلاء من الروح القدس، زي ما قلنا شروط الامتلاء: 1 الطاعة لإرادة الله، 2 الصلاة، 3 الإيمان والرجاء، 4 القراءة المستمرة. في معوقات لأن الإنسان يكون تحت قيادة الروح. 3 مراحل اتكلم عليها الكتاب المقدس. أول مرحلة اتكلم عليها استفانوس وهو بيحاجج قبل ما يرجموه على طول، قال لهم أنتم زي أبائكم تعملوا إيه؟ بترفضوا الروح القدس. في الإنسان تقاوم الروح القدس، يقاوم الروح. يعني الروح القدس تخيله زي صديق بيتودد للإنسان لأنه عاوز يعني يخلي الإنسان ده يقرب من ربنا. ده يعقوب الرسول يقول الروح الذي فينا يشتاق إلى الحسد لكنه يعطي نعمة أعظم أو عطية أعظم. يعني الروح اللي جوانا زي صديق خايف على 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 صديقه يبقى يعني يحسد، مش يعني يحسد بالمعنى الوحش، لكن غيران على الإنسان إنه بعيد وماشي في سكة الغلط، يشتاق إلى الحسد يقول له تعالى تعالى خليك في السكة دي الحلوة، تعالى ده أنا هأعطيك نعمة أعظم بس أنت قرب. يقول كده إيه؟ زي ما السيد المسيح بيقول في سفر الأمثال: ارجعوا عند توبيخي، ها أنا أفيض لكم روحي وأعلمكم كلماتي. ارجع. لكن الإنسان يفضل إيه؟ يقاوم، يرزست الروح القدس. بكتر المقاومة يدخل لمرحلة تانية أوحش، إنه يحزن الروح القدس. تخيل الروح القدس ده عامل زي صديق بيحب الإنسان جدا ويفضل يقول له تعالى تعالى مرة واثنين ويتودد ليه، والإنسان عمال يرفض 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 يرفض. الصديق ده يبتدي إيه؟ يحزن ويقول ليه كده بس. عشان كده دي المرحلة التانية اللي قالها بولس الرسول في أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. يدخل في مرحلة مرحلة اللي بعدها بعد الشر، وهو حزن، يحزن الروح. وبعدين يفضل يتودد والإنسان يرفض والروح يحزن، ويقرب برضو الإنسان والإنسان يرفض ويفضل يرفض يرفض، فيخفت صوت الروح في الإنسان. مش الإنسان مش الروح بيبطل يخبط الإنسان ويدعوه، إنما الإنسان نفسه قلبه يتقصى ويبقى صوت الروح القدس بالنسبة له واطي وخافت، مش قادر يسمعه، لدرجة أنه يوصل للمرحلة اللي بعدها اللي قال عليها معلمنا بولس الرسول إيه؟ لا تطفئوا الروح. هل صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، مشيئة الله هي في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. إذن معوقات الروح، معوقات الإنسان يقاد تحت نعمة الروح القدس بحياته كلها. كتر المقاومة تحزن الروح، وكتر المقاومة لآخر حياة الإنسان الروح القدس يطفأ، يعني صوته يخفت في الإنسان وما يشتغلش. قديس يوحنا ذهب الفم يقول: إذا امتلأ عقلك بالأمور الأرضية وانشغلت في هموم الحياة ومشاكلها فإنك تطفئ الروح. إذا انشغلت وبعدت خالص ومدتش ربنا البريوريتي وعمال ينده عليك ويتودد ليك الروح القدس وإنت انشغلت وبعدت عنه، فإنك تطفئ الروح القدس. ده تفسير رسالة تسالونيك الأولى قديس يوحنا ذهبي الفم. عشان كده الانشغال بالأرضيات خطير جدا، والكنيسة في كل قداس تقول لنا إيه؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم أخرته إيه؟ هيمضي وشهوته معه، أما اللي يصنع إرادة الله فإنه يثبت إلى الأبد. إذن المقاومة والانشغال بالأرضيات والبعد. 2 الكبرياء، روح الله بسيط متضع
لا يسكن في المتكبرين أبدا ولا يشتغل فيهم. قديس مقاريوس الكبير يقول كده: أي شخص لا يثبت في تواضع كثير فإنه يسلم للشيطان ويتعرى من النعمة الإلهية التي سبق أن أعطيت له، فيجرب بشدائد كثيرة، وحينئذ يعرف نفسه على حقيقتها أنه عريان وشقي. أنت بتقول أنك أنت غني وقد استغنيت، وأنت ما تعرفش أنك أنت الشقي والأعمى والإيه والبأس والعريان. يعرف حقيقة نفسه ويتعرى يعني من النعمة. يبقى واحد المقاومة، اثنين الكبرياء، ثلاثة عدم الرحمة. الإنسان اللي ما عندوش رحمة صعب قوي إن روح الله يسكن فيه. قديس يوحنا الذهبي الفم يقول: إن لم يكن هناك زيت كافي، أي عندما لا نصنع أعمال الرحمة ينطفئ الروح. الإنسان اللي بيعملش أصناع الرحمة ينطفئ الروح، لأن حرارة الروح تأتيك كعطية من الله، فإن رآك بدون تلك الثمرة اللي هي الرحمة تخلى عنك، فإنه لا يسكن في النفس التي لا تعرف الرحمة. الإنسان اللي ما عندوش رحمة، الإنسان اللي قلبه قاسي المتجبر المتكبر، روح الله يشتغل فيه إزاي؟ ده قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. إذن الإنسان لازم يكون عنده روح التواضع، ولازم يكون عنده إيه؟ رحمة. أخيرا، اللي يحيى بعيد عنا وعنكم في حياة الدنس والخطية، مش ممكن روح القدس يسكن فيه؟ ده اسمه الروح القدس، روح الله القدوس. مش ممكن يشترك إيه؟ يشترك مع النجاسة والدنس. لو الإنسان أصر ومش عاوز يتوب، هو قادر أن يدخل ويطهر وينقي ويحول الزناء إلى بتوليين. التوبة تعمل كده بروح الله القدوس، ويحول أشر الخطاة إلى قديسين. عندنا أمثلة كتيرة: موسى الأسود ومريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين وإلى آخره. إنما المهم الإنسان يطلبه، إنما اللي أصر على الحياة دي يقول كده: لا شركة للنور مع الظلمة، للإيه؟ للمسيح مع إيه؟ مع بليعال. مش ممكن يشترك في إنسان يعني قلبه متقصي وعايش في حياة الدنس، ولا هم ولا فرقة معاه، ولا عاوز يتوب ولا يرجع أبدا. ربنا يعطينا إن إحنا نطلب دايما هذا الملء من روح الله القدوس، نخضع لإرادته في كل حين، ولو بالتغصب في الوقت اللي احنا مش حاسين جسدنا بيقاوم، لأن الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. في أوقات الواحد بيعمل حاجة مش عاوز يعملها، فلازم الواحد يخصب نفسه. 2، الصلاة المستمر. أيها الملك السمائي، إيمان ورجاء بوعده الصادق إنه هو هيعطي الروح القدس للذين يطلبونه. 4، الاستمرار، وعلى قراءة كلمة الله بصورة منتظمة وبكثرة وبنوع من الكواليتي، مش مجرد ان نقرأ كده وخلاص عشان احط تشيك مارك. ربنا يدينا كلنا، كل سنة وانتم طيبين. إلهنا المجد دائما أبديا.